السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ كل سنة وانتم طيبين، ويسعد عليكم إن شاء الله. النهاردة إن شاء الله هنشرح شيت رقم 6 في النقل، وشيت في النقل وبعدها في الشتات الموجود إن شاء الله بعد العيد. الشيت ده بيتكلم عن آخر حاجة أنتوا خدتوا شيت اللي هو تريب أساينمنت بتاع المهندس هشام. ده ملوش يعني كده، طب خلصنا الجزء اللي هو تقسيم التبادل الرحلات، بعد كده توزيع الرحلات، بعد كده اختيار الوسيلة، بعد كده وزعت الرحلات بتاعتك على الطرق المختلفة سواء مالتي لين أو وان واي أو الكلام ده كله. هنبدأ دلوقتي تعمل تقييم للمشروعات النقل. أنا عندي حاجة اسمها تقييم مشروعات النقل، هي بتقارن بين الأرباح والتكاليف المتوقعة. أنا عايز أرباح وتكاليف عشان أعرف آخد القرار المناسب إن أختار المشروع دوت ولا لأ. طب ايه هي طرق التقييم عندي؟ هي طرق التقييم عندي يا اما تقييم مالي فاينانشال ايفالويشن او ايكونوميكال ايفالويشن او الثالثه دي مالتي كرايتيريا ابروتش. اول حاجه التقييم المالي، هي الطريقه انا بشوف فيها قياس الاثر المالي، الاثر المالي او الاثار الماليه لمشروع معين او صاحب المشروع او المستثمر. بشوف فيها ها يعني انت بتقيس الايه التكاليف والعائدات بتاعت المشروع معين. ده بيهم المستثمر او بيهم صاحب المشروع او بيبقى مصروفات أرباح زي ما أنت شايف عليه من كده. طب التقييم الاقتصادي ده بيهم الدولة أكتر، وبيكون فيه حاجات بيئية واجتماعية وبنحولها لفلوس، وهنشوف الكلام ده هنحولها إزاي لفلوس في المسائل إن شاء الله. بيبقى مالية وتشغيلية وبيئية. التقييم المتعدد ده هو يشبه التقييم الاقتصادي شوية بس مبني على معايير كتيرة مش معايير المالي فقط. طب في حاجة اسمها ترانسبورت كوستس، تكاليف عناصر التكاليف دي في عناصر الإيرادات. طب في تكاليف بيتحملها المشغل نفسه المشغل المشروع، وفي تكاليف بيتحملها المجتمع. اللي بيحملها المشغل هي تكاليف ثابته زي ما انت شايف، التكاليف الاداريه او راس مال او اهلاك، ده كلها تكاليف ثابته. في تكاليف متغيره هي بتتغير من مكان لمكان زي التذاكر مثلا، الدعايه، الصيانه، الوقود، الكلام ده كله. طب التكاليف البيئيه والتكاليف الاداريه بيتحملها مين؟ المجتمع. التكاليف البيئيه بتشبه الحوادث او تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات اي الكلام ده كله. التشغيل دي في نظام التشغيل، لو النظام مثلا مزدحم أزمنة التأخير والكلام ده بيبقى على المجتمع. طب عناصر الإيرادات، الإيرادات هي إيرادات التعريفة أو إيرادات بيعمل إعلان أو إيرادات بيعمل نشاط تجارية محلات مثلا زي في المترو والكلام ده، أو إيرادات أي إيرادات بيعمل إيه المشروع عموما، دي عناصر الإيرادات. طب أنا دلوقتي هرمز للموجب ده المشروع كسبان، الماينس ده خسران. لو عندي مشروعين وعايز أعرف المشروعين دول كويسين، عندي مشروع قصدي وعايز أعرف هو كويس ولا مش كويس، المشروع ده بقيمه حاجتين زي ما اتفقنا، مالي واقتصادي. المالي ده بيهم المستثمر، الاقتصادي لازم ينجح بيهم الدوله. لو موجب موجب يبقى المشروع ده نجح في الاثنين، يبقى ده مشروع زي الفل. لو موجب سالب ده نجح ماليا بس خسران اقتصاديا، ده مرفوض من الدوله نفسها. طب لو هو اصلا موجب من الدوله او الاقتصادي وسالب في المالي، ده خسران مالي ممكن اعوضها له في حاجه ثانيه. الدوله معاها فلوس بتنفذه، يعني بتحافظ على الاجتماعيه بتاعتها وال المنفعة العامة للناس وماشي الإيه المالي، فالدولة عايزة تنفذه. لكن لو هي الدولة مش معاها فلوس وعايزة تحل الموضوع، ممكن تجيب مستثمر وتغطي له المزايا ديت بحاجات تانية زي الإعلانات اللي في المترو أو أيا كان بشكل متأجر الكلام ده كله. لو هو سالب سالب، لا ده مطلوب. أنا معايا 10 مليون جنيه، عايز أختار مشروع من واحد أو اتنين. لو 10 مليون كلهم حطيتهم ورجعلي نت بريزنت فاليو 7 مليون، ده العائد بتاعي. قال لك المشروع التاني راح 7 مليون بس مش 10 ومعايا 5، فانا خدت 3 مليون دخلتهم فرصه بديله، وهنشوف يعني ايه فرصه بديله. هنا اللي جايب لي نت بريزنت فاليو اعلى هو المشروع الاول فهو احسن. في عندي حاجه اسمها الاي ديت هي الانيشال كوست، تكلفه المشروع للانشاء كونستراكشن كوست. الاي دي احيانا بتخش معايا في الحسابات لو هو مديهالي، لو انا المساله كانت ان شاء الله الاقي الكوست برقم والبنفيت بزيرو، فبالتالي المشروع لسه تحت الانشاء. السنه الاولى الكوست رقم بيفيد بزيرو، اللي هو لسه برضه ما طلعليش اي حاجه فلسه بيبني المشروع. لكن لو انا خدتها بصفر يبقى ديت هي دخلت معايا اوريدي جوه الايه المساله. هنشوف الكلام دوت ازاي في الشيت. في الشيت رقم 6 دوت، هو أول سؤال أنا النظري ده، ما المعايير التي تم على أساسها تقييم مشروعات النقل؟ أنا هشوف لك كل المعايير دلوقتي. أو شيت قدامي أهو،
المعايير اللي بتتم على أساسها في إيه؟ فأنا أول حاجة هي حاجة اسمها النت بريزنت فاليو، اللي هي عندي دي. النت بريزنت فاليو هي حساب قيمة رأس المال في الوقت الحالي، يعني بحسب القيمة بتاعة رأس المال في الوقت الحالي قد إيه، يعني تساوي البنفيت ناقص الكوست على 1 زائد حاجة اسمها معدل العمالة، إخفاض العمالة الآر أس عدد السنوات. طب تاني حاجة في المعايير هو الإنترنال ريت أوف ريتيرن، المعدل العائد الداخلي. المعدل ده بيساوي الفرق بين القيمة الصافية في الآخر من الإيرادات لحد الإيه التكلفة اللي هو في رأس المال اللي أنا شفتها. طيب المعدل اللي في حاجة اسمها البنفت على الكوست، ده ريشيو طبعا النسبة، كل طبعا البنفت زادت ده بيديني رقم أكبر من واحد، ولو الرقم كل ما يعلى ده بيختار الإيه المشروع الأفضل طبعا كل ما الرقم يكبر. حاجة اسمها البي باك بيريود. البي باك بيريود هي فترة استرجاع رأس المال، هي البي باك بيريود. الفترة دي طبعا لو أنا خدت منك فلوس وقلت لك هرجعها بعد 6 شهور، أحسن ما آخد منك فلوس وأعمل بيها مشروع أرجعها بعد سنة، أحسن ما آخدها وأرجعها بعد 2 سنين. كل ما الفترة دي كانت قليلة كان المستثمر ياخد فلوس ويشغلها في حتة تانية أو مشروع تاني وهكذا. دي العوائد اللي أنت بتستخدمها. طب نيجي للمسألة رقم 2 في الشيت، أنا من غير ما ممكن نقرأ المسألة كده سريعا. السؤال التاني، تم طرح مشروعان، أنا عندي مشروعين بقى، للاستثمار، مستثمر يعني مالي فقط، لمدة كام سنة؟ 10 سنوات. وكانت تكاليف تنفيذ المشروع الأول أنا هقول لك اللي هو معاك 2 مليون للتنفيذ بتاعه، والتاني معاك 170، يبقى هو مديني التكلفة بره خالص، هي الأي بره ال10 سنوات. لو تلاحظ هنا في عوائد من أول سنة، يبقى أنا التكلفة ده بره خالص، هي الأي معايا بصفر في المسألة، يبقى مش هعوضها في المسألة برقم، هعوضها بصفر. وكانت المصاريف والعائدات المتوقعة في السنة العاشرة، المشروع الأول أدي البنفيت بتاعته بي، الكوست بتاعته سي، ونفس الكلام المشروع التاني. قال لك الراجل معدل الانخفاض في العمالة المصرية الأر 18% سنويا، وفي فرصة بديلة زي ما أنا قلت لك، شوف المسألة 21%، عايز الأفضل للمستثمر، فالمستثمر أنا هقيم له مالي فقط. طب المسألة تتحل إزاي؟ بص يا باشمهندس معايا كده، أنت عندك من 1 ل 10 عدد السنين بتاعتك، أدي 1 ل 10، وعندك البنفيت والكوست بتاع إيه المشروع الأولاني، وعندك البنفيت والكوست بتاع المشروع التاني. هاجي هنا أعمل حاجة اسمها نت بريزنت فاليو مبدئيا، بي ناقص سي اطرح عادي، واجيب حاجه اسمها 1 على R اس I، يبقى ريزنت 1 على R اس I دي العمود دوت زي ما انت شايف كده، وبعد كده ابدا اجمعه تحت خالص. طيب ده اول مشروع، تاني مشروع نفس الكلام برضو، بي ناقص سي، وبعد كده اجيبها على 1 زائد R اس I، هجمع ده كله السمشن ده، هيديني تحت زي ما انت شايف 270 مليون، وده هيديني 223 مليون وشوية. طيب النت بريزنت فاليو المشروع الأولاني، لو انت تلاحظ المشروع كان تكلفته 200 مليون، انا تلاقي لي كله كان 270 مليون، اطرح منه الاي اللي هي 200 مليون دي 70 مليون، انا صافي معايا 70 مليون، هنا 170 مليون، لما طرحت انا معايا كام؟ 53 مليون. ماشي، دلوقتي في الفرصة البديلة في المشروع الأولاني، لأ اللي هو واخد ال 200 مليون كلهم في المشروع، مفيش فرصة بديلة، الأي بصفر. التاني 170 مليون، يعني لو واحد أنا بعتبر نفسي جاي ب 200 مليون جنيه، يا إما أختار المشروع اللي ب 200 مليون كاملين، يا إما أختار واحد ب 170 مليون وأخش ب 30 مليون الباقيين، حاجة اسمها فرصة بديلة. طب الفرصة البديلة دي أجيب قانونها منين؟ القانون بتاعها هو الفرصة البديلة بتساوي الفاصل اللي هو الفرق بين المشروعين، قيمة المشروعين هو 30 مليون اللي انا هاخده، في 1 زائد اللي هو معدل الفرصة البديلة في عدد السنوات على 1 زائد الار اس 10 ناقص 30 مليون برضه تساوي. اداله كام في المشروع الثاني؟ 8 مليون ونص. ارجع ابص هنا ادي 8 مليون وشوية زي ما انت شايف، 8 مليون وشوية دول عندك في اللي هو دفع 170 مليون وشوية ب 30 مليون فرصة بديلة، ففي الآخر هيجمع 53 مليون دول، على 8 مليون وشوية هو اداله 61 مليون، لكن ده معاه فرصة بديلة بصفر عشان هو اشتغل 200 مليون كلهم عموما، مفيش فرصة بديلة خلاص، يبقى معاه 70 مليون. يبقى لحد دلوقتي 70 مليون وده ربح النهائي 61، يبقى المشروع الأول هو اللي كسبان. طب افرض هو دخل بال 200 مليون كلهم فرصة بديلة، زي اللي مثلا قال لك أنا هحط فلوسي في البنك مش هعمل مشروع خالص، يبقى أنا عندي كام حاجة؟ 200 مليون جنيه في مشروع أولاني ب 200 مليون كاملين مفيش فرصة بديلة، المشروع الثاني ب 170 فيه فرصة بديلة ب 30 مليون، استخدمتهم فرصة بديلة دون 8 مليون ونص، دفعهم على النت بريزنت فاليو اللي فوق اللي هي جت من 223 ناقص 170 ل 53 زائد 8 ونص يدوني 61،
ده ما فيهوش فرص بديله في ال 270 ال 200 مليون بتاع التكلفه اي دول 70 ومده السفر. لكن في واحد ممكن يفكر يقول لك اخش في 200 مليون كلهم فرص بديله كلهم في نفس الرقم 1 زائد 21 من 110، 1 زائد 18 من 110، عشان 200 مليون كلهم بدون اقل من 70 مليون اللي هو اكبر من اكبر مكسب، يبقى في الاخر المشروع الاول هو الكسبان معايا. دي كانت اول مساله وتقييم مالي ليها. طب نقرا المساله رقم 2. واحد بيقول لك في محاوله لحل المشاكل المروريه داخل احدى المدن، عايز احل مشكله مروريه زي مونوريل او خط مترو خفيف، ده يبقى مشروع واحد فقط هو المونوريل مش مشروعين. الراجل بيقول لك ايه؟ اداك السنين ب 14 سنين اهي. لو تلاحظ هنا الراجل بيكلف 200 مليون في الاخر بيجي له صفر، بيكلف 200 مليون يجي له صفر. يبقى المشروع تحت الانشاء في اول سنتين، يبقى هنا الاي بتاعتي هنا لو دخلت هنا مش هتطرحها تاني زي ما طرحت ال 200 مليون هناك. هنا خلاص هي طرحت اوريدي داخل المساله في اول صفين. لكن مش هجيب زي المساله اللي فاتت ال 270 واطرح منهم 200 او ال 223 واطرح منهم 170، لا. كل ده عوائد الاصفاري بس تحت الانشاء. اول السنه الثالثه بدا يشتغل بيدينا عوائد. لو نشوف هنا الايرادات اوريدي مباشره والكوست اوريدي مباشره، هنا قيمه انخفاض في الزمان الرحله، يبقى دي حاجه تبع الاقتصاد. قيمه انخفاض في معدل الحوادث هو محولها فلوس تبع الاقتصاد. قيمه الخفض في التلوث الهواء دي بيئيه تبع الاقتصاد، بيئيه ودي ازمنه التدريب. فمطلوب تقييم المشروع من الناحيه الماليه، تقييم المشروع من الناحيه الاقتصاديه. اداك الارض بكام؟ 17. هنا ما ادانيش فرصه بديله ليه او ليها نسبه فرصه بديله، ما في الاخر اوريدي انا مشروع واحد مش فرصه مشروعين، وانا مش محتاج اعمل مبدا الفرصه البديله. طب احل ازاي؟ انا مش مهندس. اجيب المساله رقم 3. اول حاجه اقيم مالي، اخد المال لوحده اللي هو البنفيت والكوست العاديين خالص من غير الزمن والحوادث والكلام ده كله وازمنه التاخير والتلوث. اعمل زي ما عملت في المسألة فاتت، اعمل حاجه اسمها البي ناقص سي، البي مش سالب بقى، واجيب البي ناقص سي اللي هي النت بزنس فاليو دي على 1 زائد ايه 17% والسعر، واخلص العمود ده كله واخلص بعد 10 سنين اجمع عليها الماينس. يعني ايه ده؟ ده المشروع بيخسر مالي، طلع خسران، يعني تكلفته اكتر من ربحه في الايرادات العاديه، بس ممكن ينفعني اقتصادي، ده اللي هبدا اشوفه. طيب هنا الاي دخلت في مساله عشان محدش يطرح تاني، يعني ادتني الاوريدي اللي الرقم هيطلع ده هو النت على طول، النت بزنس فاليو على طول. طب التقييم الاقتصادي انا معايا السي ومعايا البي، بس اي حاجه تانيه انا بحولها لي فلوس زي قيمه الخفض في الزمن او قيمه الحوادث او قيمه ايه التلوث. اجمع البنفيت التوتال في كل ثلاثه دول وكوست كده كده ثابته زي ما انا ما ظهرتش. بعد ما اجمع دول اعمل عادي نفس الخطوه اللي هي النت بريزنت والواحد ار اس اي، هلاقي طلعت موجب 88 مليون ونص مكسب في التقييم الاقتصادي. فبالتالي هنا انا كسبان اقتصاديا وخسران ماليا. ففي حلين لازم تقول له كده في المساله وانت بتقول انت كده قيمت مالي غير مربوح وقيمت اقتصادي قلت له موجب مربوح. الحلين اللي انت يا اما ينفذ الدوله ما عرفتش تنفذ، وده عشان مهم الدوله هي تعمل تخفيض الحوادث او تخفيض التلوث او الزمن والكلام ده كله، يا اما الحل الثاني اللي هي عن طريق المستثمر تديله فرص بديله وشركات توليه منافع اخرى محلات والكلام ده كله هينفع. احنا كده ان شاء الله خلصنا الشيت رقم 6 زي ما احنا اتفقنا. ربنا معاك ان شاء الله، والناس يعني بعد لقيت تشد حيلها بقى، الامتحانات خلاص على يوم 29/5 تقريبا، لا ويعني خلاص قربته. حل حاول تجيب امتحانات، انا تديك درايف برضه تخش عليه شوف الامتحان جواه. المسائل كلها عايزه خطوات وحل كتير بالايد، مش عايزه ان انت تبقى اول مساله في الزيت هي انا عارفها، لا خش وحل وجرب عشان تبقى سريع. الماده مش اي حاجه خالص، هي عايزه بس تمسك بايدك وتحل شويه وخلاص، هيبقى فاضل لك اسبوعين على الامتحانات تشد حيلك ان شاء الله خير، وربنا ان شاء الله معانا ومعاكم يا رب. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.